الآخر في المنطقة الشرقية وهو الفتح، هو الفريق الآخر الذي يقدم حضورا متألقا في هذا الموسم. بعد نهاية هذه الجولة أصبح وصيفا، الفتح يواصل التألق ويفوز على الرائد اليوم بهدفين أهداف المباراة. وبالتالي استعان في الرائد العام الماضي عصام الراقي أحد اللاعبين المميزين حقيقة في وسط الفريق الرائد. هذا عبد الرحمن مالكي وانتظار لصافرة المباراة والبداية مع الفريق الرائد. كرة تلعب على طول، عبد السلام عامر يلعبها عالية وطويلة باتجاه وليد الجزالي، لكن بالرأس بدر النخلي يخلصها من أمام المهاجم الرائد. والكرة معاه يحاول يعدي من مدخلي لكن التغطية حاضرة، حصلها مرة ثانية عصام الراقي الجيزاني. شوف الرائد شلون خطير، يحاول يعدي ويسدد وترجع وتتكمل، وكرة خطيرة، كرة خطيرة يا سلام. قلنا لكم شايفين شلون الرائد خطير في التمريرات القصيرة، وعندما يكون في قريب ال 18 يكون خطير. حلوة لديب ألونجا وتغطية حاضرة من النخلي وعدن فلاتة. ديب ألونجا يلعبها ممتازة حلوة لكاسيو، كاسيو يحاول شوشي يسدد، الله إلتون جوزيه عرضية عالية وبالرأس وتتكمل، ومحاولة على طول لكن تتخلص، تتخلص مرة ثانية للفتح، خاطئة عرضية ملعوبة بالرأس تتخلص من المدافع، تنشال ترجع مرة ثانية تسديدة وبالرأس، الله بالرأس تصعب على الحراس، بالرأس تصعب على الحراس. جول أول فتحاوي، جول أول فتحاوي، يا السلام على ربيع السفياني، يا السلام على ربيع السفياني. كرة اللعب إلتون يعدي، وكرة اللعب المقهوي عرضية ومحاولة جول، جول الله، الله يا درس، الله يا درس، الله عليك، الله عليك، الله عليك، الله عليك يا حسين يا مقهوي، والله عليك يا درس. سلمه الهدف الثاني للفتح، الهدف الثاني للفتح، لأن الكثافة الموجودة للفريق الفتحاوي في العمق من الصعب جدا. شوف التمريرة ومحاولة على طول، محاولة ديمبا، جول أول للرائد، جول أول للرائد. قايل لكم، قايل لكم دونجا ما يفوت الفرص، ما يفوت الفرص، قناص قناص، ويسجل أول أهداف الرائد. يا السلام على ديمبا، يا السلام على ديمبا، ديمبا و السلام. ألونجا، ألونجا 11 دقيقة بس، 11 دقيقة وتنتهي المباراة، لكن ديمبا يسجل. قوية 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 جدا، قوية جدا من ديمبا. شوف شوف يا سلام ديمبا. وبهذه اللحظة أطلق حكم اللقاء نهاية المباراة بفوز الفتح بهدفين مقابل هدف واحد. ألف مبروك للفتح، الفتح وصيفا بعشر نقاط بثلاث انتصارات وتعادل واحد وبدون أي خسارة حتى الآن، يأتي بنفس الرصيد من نقاط للشباب، ولكن الشباب يتصدر بفارق الأهداف. نتابع ردة الفعل بعد المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. قدمنا لكن ما توفقنا، جاتهم هجمتين توفقهم فيها، الحمد لله على كل حال، هذا حال المباريات. كابتن كنت راضين على مستواكم بصراحة بداية المباراة وبداية الشوط الثاني؟ بداية المباراة لعبنا كورة لكن برضو وصلنا لكن ما توفقنا، نقول الحمد لله على كل حال، هذا حال الكورة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال، مجهود العيال ما قصروا والله، تعبنا داخل الملعب، تعبنا في التمارين، تعبنا ضغط مباريات، الحمد لله ثمرنا اللي هو الفوز على نادي الرائد. نادي الرائد ما قصروا ونادي قوي والله، والحمد لله على كل حال. كابتن مع نهاية المباراة يعني كان ضغط كبير عليك، في كان التخوف من إحراز هدف التعادل بالنسبة للرائد؟ أكيد، يعني أن كل شيء وارد في كرة القدم، ما تدري في أي دقيقة أن يكون يسجلون فينا هدف ولا شيء، عندنا الحرص أنه ما يتسجل فينا لآخر دقيقة، وهذه الاستراتيجية اللي هي حطها المدرب، اللعب لين آخر دقيقة في المباراة.
أول شيء أقول الحمد لله على كل حال، يمكن أبارك لنادي الفتح. يمكن أنا يمكن المباراة يمكن بالنسبة لنا يعني كانت نوعا ما يمكن في أحيانا في وقت المباراة تكون كويسة، نمسك كورة، يمكن أحيانا نتباعد، أحيانا نكون قريبين من بعض، يعني هذا اللي هو أكثر الباصات يمكن كانت من الفريق كله، يمكن أكثرها غلط في بداية المباراة. يعني يمكن الحمد لله يعني المستوى يعني غض النظر عن ان انهزمنا، لكن يمكن شفت الفرص، يعني يمكن ديبا يمكن فرصتين او ثلاث ما توفقنا فيها، والحمد لله على كل شيء. طبعا يعني اللي حاصل اليوم من نتائج الحمد لله هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، واعتقد اكيد زي ما ذكرت يعني هو نتيجه عمل، استقرار اداري وفني، اللاعبين حقيقه ما شاء الله عليهم سنه بعد سنه، يعني نشوف تصاعد في مستويات بعض اللعيبه اللي عندنا، استقطابات كانت الحمد لله ناجحه هذا العام. ولكن اللي ابي اقوله يعني انه كانوا احنا وصلنا الى 10 نقاط، انا اتمنى من يعني اللعيبه ومن الجمهور انهم لا يخطون الموضوع اكبر من حقه، احنا لازلنا في البدايه، ربنا وفقنا اكيد في البدايه وقدرنا احنا نصل الى هذا المستوى، ولكن اعتقد ان المشوار طويل والمهمه اللي قدامنا صعبه، ومباريات الدوري كلها صعبه، كنا وفقنا الى الان، هذا لا يعني ان احنا يعني ناخذ ثقه اكبر من اللازم. اتمنى من الجميع انه يعرف انه نادي الفتح نادي يبحث على مراكز في حدود اللي يطمح فيه، ولا يجب ان المراكز هذه تحطنا تحت ضغط زايد عن اللزوم. جميله، لكن هل هو هذا حديثك واقعي ام يعني لايصال كلمه للاعبين بعدم التخدير بعد هذه ال10 نقاط؟ والله شوف انا اعتقد انها واقعيه، واحنا نحاول دائما مع لعيبتنا نتكلم بواقعيه كبيره. ال10 نقاط او وصول الى هذا المركز في سلم الترتيب في البدايه، اذا 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 وصلك الى مرحله ضغط نفسي وانك انت تصارع لمنافسه انت لا تستطيع انك تواصل فيها، انا اعتقد ان راح يكون لها مردود عكسي. احنا نعرف طموحنا، نعرف وين نبغى نوصل فيه، المستويات لله الحمد يعني جيده على المستوى الفني، نتمنى ان شاء الله ان يستمر الفريق على مستواه، ولكن لا يجب ان نخلي مستوى النقاط او المنافسه تحطنا تحت ضغط احنا ما نتحمله. الف مبروك للفتح مره اخرى بشكل سريع محمد. الفتح يعني مثل ما ذكرنا في الشباب عمل منظم، نتاج هذا العمل الان يظهر وبالفعل ظهر من الموسم الماضي طبعاً. مع فارق الإمكانيات طبعا بلا شك، لكن أنت لو تتحدث مثلا عن اللاعبين الأجانب الأربعة هم نفسهم في الموسم المنصر، من المدرب نفسه، الجهاز الإداري نفسه، الاستقطابات اللي ذكرها رئيس النادي الآن، مبارك الأسمري يقدم نفسه في الوسط، نعم، عدنان فلاته في الظهير الأيسر، وفي الاحتياط أحمد الموسى، إذن يعني الفريق يظهر بالصورة الإيجابية وهو يواصل أداؤه الإيجابي بشكل واضح يعني. طيب سامي، احنا يعني مللنا الحديث صراحه عن الفتح، يعني وقلنا استقرار فني واستقرار اداري، لكن المفيد في هذا الاستقرار الاداري والفني انه اللاعبين يعني فهموا مثل ما قال الان رئيس النادي، فهموا يعني يمكن بالاشاره يفهمون الان الجبالي يعني اثناء المباراه ولا قبل المباراه، توفير وقت وجهد كبير يعني في فهم ما يريده المدرب، انسجام كبير. لكن في نقطه مهمه زي الاستثمار في العقاري او الاستثمار في اي مجال، الفلوس تجر فلوس، يعني الفوز يجر فوز، الفوز دائما يرفع معنويات اللاعبين، لما تفوز على فريق مثل الهلال في البدايات وعلى ارضه بين جماهيره وتقلب نتيجه مثل مع الشعله الى فوز، اكيد هذا يولد ثقه كبيره لدى اللاعبين، تعزيز في الامكانيات واستمرار لهذا الفوز. الفتح حقيقه ما عنده هيبه الفرق الكبيره ولا ضاعت، يعني هذه نقطه مهمه احسنت عادل، يعني مساله الخوف، الخوف لدى اللاعب الفتحي يمكن الموسم الماضي او اللي قبله كان بتزايد، لكن الان مع مرور المواسم بدا يقل، الثقه تزداد عند اللاعبين، صحيح يكون فيه كسر حاجز الفوز على فوز على فريق مثل الهلال، يعني هذا ما هو بسهل ترى. اذا كيف اصبح الجدول بعد نهايه هذه الجوله؟ الشباب في الصدارة ب10 نقاط، وثانيا الفتح ب10 نقاط وبفارق الأهداف، الاتحاد في المركز الثالث ب8 نقاط، النصر في المركز الرابع ب7 نقاط.
في المركز الخامس هجر بست نقاط، الهلال في المركز السادس بخمس نقاط، الأهلي في المركز السابع من ثلاث مباريات بخمس نقاط، الاتفاق في المركز الثامن بخمس نقاط، الرائد في المركز التاسع بأربع نقاط، نجران بنفس الرصيد من نقاط في المركز العاشر، التعاون في المركز الحادي عشر بثلاث نقاط من ثلاث مباريات، الشعلة في المركز الثاني عشر بثلاث نقاط، الفيصلي في المركز الثالث عشر بنقطة واحدة، في المركز الأخير الوحدة بنقطة واحدة أيضا. فاصل، بعده نعود لمتابعة الجزء الثالث وفيه ردود الفعل للجماهير بعد نهاية هذه الجولة.